أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت تسألهم عليه من أجر منه إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماء يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله